السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث في هذه المحاضرة عن أول منهج من مناهج اللغة والنقد التي خصصنا لها هذا القسم من المحاضرات. سنتحدث عن المنهج التاريخي وسنبين جميع التفاصيل أو ما يخص هذا المنهج ليسهل على الطالب فهمه والوعي له واختياره في للظاهرة المناسبة أو للبحث المناسب أو حتى تطويع هذا المنهج لبعض البحوث، نظرا لأهميته أنه يتعلق بكثير من البحوث الأدبية سواء في الأدب أو في اللغة، كما أنه يتداخل مع مناهج أخرى، أي يمكن استخدامه مع منهج آخر أو أكثر في بعض أو في الكثير من الظواهر أو القضايا التي يتم دراستها. بداية سنتحدث عن نشأة المنهج التاريخي. أول شيء، المنهج التاريخي من أول المناهج النقدية ظهوراً، ولذلك بدأنا الحديث عنه. من كلمة التاريخي نفهم إنه بيتحدث عن محصلة تاريخية أو عن الزمن أو عن تعدد الزمن، عن تراكم الزمن، عن مرور الزمن، عن التاريخ. هو التاريخ يحمل محصلة الماضي، من هنا إنه فكرة التاريخ هتتعلق في كتير من الأمور، وأكيد كانت ظاهرة في الفكر العربي والغربي القديم. عند دراسة أي ظاهرة أو أي قضية أو أي حالة، حتى في الدين، حتى في الاجتماع، في جميع القضايا، بنرجع دائما إلى التاريخ لنتعلم منه، نستكشف التجارب السابقة ونتعلم منها، نستفيد منها، لنرى تتبع الزمني لظاهرة معينة، لنجد الفروق التي حملها الزمن، ما التغيرات التي طرأت على ظاهرة معينة خلال التتبع الزمني للحياة، وهكذا. وهذا ما يختص به حقيقة المنهج التاريخي، لكن ظهرت معالمه وأسسه وانبثق بشكل كبير مع المدرسة الرومانسية التي أصبحت تهتم بأمور لها علاقة بهذه الجوانب. بالنسبة لمفهومه، فالمفهوم الدارج له أنه هو الطريقة أو الأسلوب المستخدم في البلوغ المعارف والحقائق. طبعا هذا كل منهج بيكون هذا هدفه الأساسي، لكن اللي بيتميز فيه المنهج التاريخي هو عبارة عن أنه هو يوصل إلى المعارف والحقائق من خلال مطالعة المعلومات أو البيانات التي دونت في الفترات الماضية اللي هو التاريخ، وتنقيحها ونقدها بحياد وبموضوعية للتأكد من جودتها وصحتها، ثم يتم إعادة بلورتها للتوصل إلى النتائج المقبولة والمدعمة بالقرائن والبراهين. هذا كيف بيصير؟ إنه إحنا عند دراسة ظاهرة معينة سواء أدبية أو غيرها، ممكن حتى تربوية أو مثلا اجتماعية، مثلا لو بدنا ندرس مثلا تطور التعليم بشكل عام، يعني ندرس تطور ظاهرة مثلا الزواج المبكر، ندرس من جانب ديني تطور الوعي الديني لقضية مثلا الزواج عند في المجتمع، لقضية الزكاة، لقضية الصلاة، شو التغيرات اللي حاصلة. فاحنا بندرس الزمن، ندرس فترات زمنية ماضية مختلفة، نبدأ من القديم يعني الأقدم، ثم القديم، ثم الأحدث، ثم الحديث، وهكذا هكذا. يعني ندرس بالتتابع، يعني نبدأ مثلا من فترة نريد أن ندرس الظاهرة، وهو غالبا الظواهر يجب أن تتحدد في زمن معين. أما أن نقول مثلا أننا ندرس الظاهرة جزافا، فإنها ستتسع لأبحاث أو يعني مساحات كبيرة. مثلا لما نكون نموذج أريد أن أدرس تطور شعر المرأة في عصور العصور الإسلامية، نبدأ من العصر الإسلامي اللي هو الخلفاء الراشدين، كيف كان التغني بالمرأة، ما هو حدوده، ما هو أنواعه، ما هو موضوعاته، من هم أبرز الشعراء، ثم نتطور بهذا، الألفاظ اللي كانت مستخدمة كيف تغيرت، كيف طرأ عليها تغيرات، كيف مثلا صار في موضوعات جديدة، في موضوعات ألغيت، في احترام للمرأة، في أدوار جديدة للمرأة بدأت التحدث عنها، لأنه التطور جعل المرأة دور أدوار قيادية وأدوار جديدة لم تكن موجودة في العصور السابقة، وهكذا.
ثم نحاول مقارنة بين هذا التطور لنصل إلى الحقائق، إنه إيش والله كانت المرأة في العصر العباسي لها دورها في كذا وكذا وكذا، في العصر الأموي كذا وكذا كذا، ثم تطورت إلى عصرنا الحالي فأصبحت لها مداركها الأخرى خلافه. يعني هذا التتابع الزمني سيصل بنا إلى نتائج وحقائق أكيدة حول الموضوع. الكثير من الدراسات تبنى على هذه الفكرة، ندرس هذا التتابع، هذا التطور للظاهرة، تدرس التغيرات، التطور، الحداثة التي ظهرت فيها، الاختلافات، الفروق، ما فعله الزمن. هذه هي الدراسة التاريخية. ماذا يدرس؟ ندرس الظروف السياسية، الاجتماعية، الثقافية. هذا بالنسبة لما ندرس إحنا ظاهرة أدبية، يعني بنشوف الظاهرة الأدبية، مثلا ظاهرة الغزل في المجتمع العربي. في العصر العباسي كان في عندنا ظروف سياسية واجتماعية وثقافية جعلت مثلا الغزل يتنوع، جعلت ظهور أنواع موضوعات للغزل مختلفة كانت بعضها غير مقبولة في العصور السابقة له. أصبح التغني مثلا بالتغني في البلدان وغيره في العصر العباسي وهو لم يكن موجود سابقا. وهكذا ندرس الأسباب المؤثرة سياسيا واجتماعيا وثقافيا لتطور هذه الظاهرة في العصر العباسي، ثم ما حدث لها في القرون اللاحقة، أو نقتصر على المنهج اللي هو عن تاريخيا في العصر العباسي منذ بداياته إلى نهايته حسب الفترة التي نحددها. طبعا العوامل البيئية والاجتماعية بتكون لها تأثير كبير في الظواهر المختلفة. بالنسبة لتوظيف المنهج التاريخي، دائما ببدأ بجمع المعلومات التاريخية. يعني أنا بتطرق لموضوع التعليم في مثلا في المجتمعات العربية، ببدأ من منذ إنه بداية التعليم كيف كان بالبداية مثلا في الكتاتيب وغيره، ثم كيف تطور إنه صار في عندنا مدارس صغيرة ثم مدارس أكبر، ثم ماذا كانت تعلم، من كانوا المعلمين، كيف كانت آلية الإدارة، آلية التعامل مع الدولة، من كان الداعم، أين التمويل، كيف كانت المناهج، ثم التطور حتى العصر الحالي الذي نحن فيه. هذه آلية توظيف المنهج التاريخي الأولى، جمع المعلومات عن هذا الموضوع اللي إحنا نتطرق له خلال البحث. ثاني إشي إحنا بنفحص هاي المعلومات اللي جمعناها. طبعا في كتير من الظواهر والقضايا بنجمعها من الكتب، بعض هذه الكتب دخل عليها تزييف، دخل عليها روايات، دخل عليها مقولات خارج عن الصحة، أو قد لا يقبلها المنطق، أو هناك تضارب بين رواية في كتاب ورواية أخرى في كتاب آخر. فنحن يجب أن نقف على هذه المعلومات، نتأكد من صحتها، نقارن بين المعلومات بعضها بعضا من خلال الكثير من الأمور. ثقتنا بهذا المرجع أكثر من ثقتنا بالمرجع الآخر، ما قاله النقاد، ما قاله الأدباء، ما قاله المعنيين من العلماء خلافه، نفحصها، نقومها، فنكتب فقط الدقيق منها. يعني المنهج التاريخي يقوم على التتبع الدقيق للتاريخ، ثم نضع صياغة لأسئلة وفرضيات بناء على ما تم جمعه. أكيد سواء الدراسة كانت أدبية أو تربوية أو تاريخية أو غيره، يجب أن نضع فرضيات معينة وأسئلة مبنية على هذا الكم من المعلومات التي جمعناها، ثم نحاول خلال كتابة محتوى البحث استخلاص نتائج حول هذا الموضوع. النتائج تكون إما مطابقة لهذه الفرضيات ومجيبة عن الأسئلة، وإما مجيبة عن الأسئلة وغير مطابقة للفرضيات. وغالبا في مثل التاريخي المفترض أن تكون الفرضيات، بما أنها مبنية على التاريخ وما تم جمعه من معلومات، أن تكون أقرب إلى الصحة. بالنسبة لمميزات المنهج التاريخي، فأبرز ما توصل إليه المعنيون بذلك أن المنهج التاريخي يناسب أنماط كثيرة من البحوث والرسائل، سواء في الأدب، في النقد، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الإدارة، المحاسبة، الجغرافيا، الفلسفة إلى آخره. لأنه كل ظاهرة، يعني سواء بنحكي عن الاقتصاد، بنحكي مثلا عن وظيفة الحسبة في الإسلام أو عند العرب،
ونشوف تطورها، تطورها الوظيفي، تطورها في المعاملات، تطورها في الآلية. فهذه تاريخيا تدرس. في الاجتماع ممكن ندرس ظاهرة بين المجتمع، مثلا ظاهرة الطلاق، ظاهرة التزوج من الأقارب، وغيرها من الموضوعات الكثيرة في المجتمع، وندرس تطورها في المجتمع العربي. بالنسبة للإدارة نفس الإشي، أي موضوع إداري ممكن إحنا ندرسه منذ الإسلام وحتى الآن، في الجغرافيا كذلك، في الفلسفة، في القضايا النفسية، في الكثير من الأمور. ثانيا، من المزايا اللي بتتعلق بالمنهج التاريخي إنه هو بيساهم مساهمة كبيرة في تعرفنا على نشأة الظواهر اللي بندرسها واستنباط أسباب كثيرة حولها. طبعا إحنا لما بندرس الظاهرة بندرس أسبابها كلها، أسبابها والمحيطات فيها، سياسيا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وكل ما يتعلق بها، فبنعرف كل الأسباب والمسببات اللي جعلت هذه الظاهرة أصلا موجودة، ثم سبب تطورها، سبب التغيرات الحاصلة فيها، المؤثرات الخارجية والداخلية اللي أثرت عفوا، ثم بعدين إنه هو بيسهل استخدامه لأنه كتير طيب. ومن بين المناهج اللي ممكن يستخدم فيها أو يستخدم معها زي ما سبق حكينا، إنه هو بيتزاوج مع مناهج أخرى مثل المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمقارن. يعني نستخدم التاريخي ثم نستخدم الوصفي لوصف الظاهر أو معه، أو نستخدم المنهج التاريخي ونحلل القضايا والظواهر اللي بنجدها أول بأول، أو بنقارن بين ما أعطاه التاريخ والعصر الحالي، يعني التاريخ القديم، تاريخ معين، حقبة معينة وحقبة حديثة وإلى آخره. فهي عبارة عن جمع، يعني يحتاج إلى جهود معنوية أكثر وبحث وتنقيب حول الموضوع ووقت في التفتيش والتمحيص والمقارنة الدقيقة بالمعلومات. كمان هذه تتعلق الأهميات بنفس الفكرة السابقة، إنه هو بيأكد على استشراف المستقبل، توقع عدد من الأمور وغيرها، مش طبيعي في كل المناهج. ولكن إنه التطور اللي بيحدث في التاريخ إحنا بنقف عنده ونلاحظ إنه كيف حيتطور أو يتغير ممكن في المستقبل. بالنسبة للعيوب، هو طبعا مزايا أكبر، بس العيوب بتتعلق في الافتقار للخصوصية، عدم القدرة على تفسير العبقرية الأدبية. هذا من ناحية لو درسنا دراسة أدبية، فالدراسة التاريخية بتكون عبارة عن ترداد للتاريخ، تتبع تاريخي فقط. فالتحليل والجانب العبقري للأدب أو الإبداع الأدبي للباحث لا يظهر، ولكن يمكن تجاوز هذا الأمر كثير من الأمور. مثلا مزجوا بموضوع التحليل أو الوصفي أو الدراسات الأسلوبية الحديثة أو البنيوية أو غيرها، هذا المزج من المناهج يعني يلغي هذا العيب. معاملة النص بوصف وثيقة، طبعا هذا كتير بيصير، إنه إحنا بنتعامل مع المعلومات، بما انه احنا بنحكي عن تاريخ ومعلومات دقيقة، فاحنا بنتعامل معها انه اشي ثابت ودقيق، وبنتعامل معها بس نأكد انه ايش الصحة والهاي. بس حكينا ان احنا برضو بنتجاوز هذه الفكرة من خلال المزج بين المناهج واستفادة من المناهج الجمالية والنقدية اللي بتجعل من البحوث ليست مجرد وثيقة فقط. آخرها اللي هو تتجاوز كل طروحات المنهج الداخلي، البتاع الفني بيتجاوز وما فيه بيتجاوز. طبعا احنا هاي العيوب عموما يعني لو ما ذكرناها عادي، بس احنا بدنا نبين انه هذا اللي حكى عنه العلماء، وانه احنا ممكن نتجاوزها حاليا من خلال المناهج الجديدة. وأسفين على الإطالة، ونشوفكم بنتواصل معكم في المنهج القادم. أشكركم ألف عافية.